بالصيغة الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأمر الأكبر سبحانه وتعالى. ربنا علمنا كيف نحبه حبا متصاعدا من إلى زيادة بركاته مستمرة. أمين يا حبيبي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورضوان ولا أدوان إلا على المرسلين في ملك الرحمن جل جلاله وعم نوعه. انتقنا للحكمة النبوية الشريفة واختصرها. الله يحيي القلب الميت أو القلب الميتة بالحكمة، كما يحيي الأرض الميتة الخاشعة التي لا نبات فيها ولا طمع في خيراتها بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حيا. افهم يا انسان، راهي الحكمه لازمتك. ما تقوليش شوف المثل بتاعي حاشيني يومي يصعد صعود التلوم تمام، ما تقولهاش راهي هنا تكشف حياك، يعني تعري على الصقر اللي انت اللي تفحت فيه. الانسان وصفه خلاه ما اغلى البشر، يزاروا من يريدون ويلعبوا بمن يريدون ويذلوا من لا يريدون، يا ما جرش بيكم يا ناس. قال الماء ما يزيد كذا هبال، والماء يزيد بعد عن الرحمن. اذا كان ما خليتوش بحق ما ضغطوش في وجوه البر والتزلف الى الله، فانت ملاء غالط ادريس الكل. لا مال الا الحلال، ولا مال الا حكمه جاءت من الرحمن عن طريق من سوره القران احاديث قدسيه عن النبي الشريف على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفسير. واقولكم كمان من بدايه ما سجل من تلك الحكم يصوف او انسان لازم تريد تساوي خدامك في تساوي حكمة، بلا ما تاخذهاش من اي ثمن لا يجيك عند ربي هدية ولا اشقى ولا تعب ولا اموال تنهب من طرف المشرك. يعطيك الحكمة كما توا يعني واحد فلاسة هذا العصر، فهم قاصرين عن الفهم يا ناس، اغلبهم لا يحسنون بلا خلق، من لم يكلش خلقه، ولكن يعني سؤال ما يحسوش، ما يحسوش سؤال ما القى السؤال بلا في نفوذ من الركاكة والعياذ بالله. وبعد يبدأ عينك اللي هو عنده إذا المفعم لا فرنسي يونيفرسال، يعني يتكلم وشيء الكل فهو شيء يرى بالك كما تلبس السفسائيون القديم ايام سقراط وبعد وبعد وبعد. هؤلاء السفسائيون قضاء عبر التاريخ فاعلين في من؟ في الغافلين، لأن البعيد على ربي ما يعطيش ربي الحكمة، يمنع عنه الحكمة. وكيفاش؟ يخلي ما يهموش، ماذا كنا في القرآن؟ ما يهموش الحديث الشريف أو الحديث القدسي، ما يهموش، ما يهموش حكمة، هذيك تضيع وقت. هذيك كما تقول أنت سحر بعدك عن النجاح، نجاعة العصر. أي نجاعة لو فيها العصر؟ نجاعة روحية وإقبال بغياب العقل وغيره، يعني كانوا يدخلوا غير باطل كل باطل، وعندنا الأدلة الكافية لكشان باطلكم اللي هو سلاح بكار ضربكم به الشيطان فأرضاكم بلا ميتين وكنتم جنوديا أحياء، نسأل الله السلامة.